سلام الله عليكم. سيواجه المنتخب الأرجنتيني منتخب هولندا في الدور الربع النهائي لمونديال قطر 2022. تجري منافسات الدور الربع النهائي لمونديال قطر 2022 يوم الجمعة ويوم السبت بمباريات مثيرة. يتطلع منتخب الأرجنتين للتتويج بلقبه الثالث في البطولة والأول منذ 36 عاما، في حين يبحث منتخب الطواحين هولندا عن حمل كأس العالم للمرة الأولى بعدما صعد للمباراة النهائية ثلاث مرات. يلتقي المنتخب الطواحين بمنتخب التانغو الأرجنتيني في إطار مواجهات الدور الربع النهائي لمونديال قطر 2022 يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022. وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، والتاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب لوسيل بمدينة لوسيل. والمباراة منقولة مباشرة على القنوات بين سبورش القطرية وعلى القنوات الكأس القطرية. كل التوفيق للمنتخبين.